حسن عطيش رئيس الغرفة النقابية لصيادلة مدينة فاس، تماشيا مع البرنامج المستطر من طرف الغرفة النقابية لمواكبة هذا الوباء ومحاصرته والحد من انتشار ديالو، على اعتبار أن هاد الصيادلة والمساعدين هما في الواجهة الأمامية لهذا للحد من انتشار هذا الوباء ومعرضين للخطر، وبالتالي تواجدنا معهم هو باش نحسوهم بانهم راهم في امان ويقووا ويستمروا في العمل ديالهم بطريقه مريحه وبطريقه امنه. انتم تتشوفوا الطريقه اللي كاين بها التعقيم باش نخليهم يكونوا مطمئنين على ان الفضاءات هي معقمه كذلك وامنه. وكذلك عندنا هذه العمليه تنقوم بها هي غتكون على امتداد هذا الوباء، تنطلبوا الله تكون المده غير قصيره، اما احنا مهيئين ولو تكون مدة ديال 3 شهور مستعدين طيلة هذه الفترة باش نديروا تعقيم مجاني لجميع الصيدليات. وهذه مناسبة كذلك باش نشكر جميع الصيادلة والصيدليات على تواجدهم وكذلك المساعدين على تواجدهم في هذه الحرب الجرثومية. مبادرة ما يمكننا نقولوا عليها إلا المبادرة الحميدة والمستحسنة، واللي في الحقيقة هي جاية في إطار مجموعة تحركات اللي دارت الغرفة النقابية لصيادلة فاس. تنشكروا من هذا المنبر المكتب المسير والسيد رئيس الغرفة النقابية اللي بتنسيق تام مع هذه الشركة ديال توزيع الأدوية، اللي تنحييوها كذلك على هذه الروح ديال المقاولة المواطنة، واللي في هذه الظروف الاستثنائية يجب اتخاذ اجراءات احترازيه استثنائيه لا سيما في هذه الفضاءات الصحيه اللي تتعرف الاقبال ديال مجموعه ديال المواطنين وخاصه مواطنين مرضى اصحاب امراض مزمنه اللي تيخصهم يدخلوا لواحد الفضاء اللي يكون امن من ناحيه ديال النظافه ومن ناحيه ديال يكون معقم لتفادي انتشار هذا الوباء الجائحة، وهذا هو اللي يمكننا نقوله في هذا الإطار. لما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.